جوش جينز صياد متمكن من الغابات النائية في نيوزيلندا. سلاح المفضل هو القوس الطويل. عليك معرفة كيف تحصل على الطعام. مات تابت هو طاه بريطاني يحب البحث عن الطعام البري. المكونات البرية تعني لي كل شيء. الآن أتى الصياد والطاهي مع هدف واحد وهو النجاة في أكثر الأماكن برية في العالم. هذا مذهل. أحسنت. وليثبتا أنهما يستطيعان الأكل كالملوك. رائع. سيبحثان عما يحتاجان إليه للبقاء أحياء. انظر إلى هذا. وليختبرا أنفسهما يأخذان أدوات أساسية فقط. أختبر إذا كنت أفوق الطبيعة فطنة. تبا. في البرية تقدر كل لقمة تأكلها. ما كان اسم مطعمك؟ نجحنا. في كوسومو شمال فنلندا تمتد هذه البرية المتجمدة أسفل دائرة القطبية الشمالية تماما. للسبعة أيام المقبلة سيحاول الطاهي مات تيبوت والصياد جوش جيمس البقاء على قيد الحياة بنفسهما في هذه البيئة القاسية، مصممان أن يصنعا طعاما رائعا مما تقدمه لهما الطبيعة. سبب قدومنا إلى هنا لأثبت لنفسي أن بإمكان الصيد وجمع الطعام في أي مكان على وجه الأرض. وهل من مكان أفضل من القطب الشمالي؟ سيكون كل شيء في هذا المكان غير اعتيادي. سيكون جمع الطعام صعبا والصيد صعبا، وحتى تناول الطعام سيكون صعبا. وآمل أننا لم نحمل على عاتقنا أكثر من قدرتنا. لا يملك مات سوى قدر وسكاكين من أجل الطهو، ولا يملك جوش سوى قوس وسهم وسكين وعدة صيد سمك أولية. ولكن في حرارة تنخفض تحت الصفر يحتاجان أيضا إلى بعض الضروريات من أجل نجاتهما. أحضرت معي فأسا فقد يكون مفيدا. لدي مجرفة وكيس نوم متين جدا لأن الجو سيصبح باردا. هذا كل ما أملك. توغل مات وجوش عميقا عبر هذه الأرض القاحلة المتجمدة. هذه نقطة التوقف. شكرا لك. أهذا هو المكان الصحيح؟ لن يتم نقلهما مجددا إلا بعد أسبوع. نراك لاحقا. إلى اللقاء. قد نكون في وضع صعب للغاية. إنه منتصف الصباح ودرجة الحرارة 2 مئوية فقط. الرياح شديدة إنها تثلج، والرياح قوية إنها تمطر. إننا مكشوفان جدا في الأعلى هنا. البرد قارس، ما العمل؟ علينا أن ننزل من هذه التلة وأن نبني ملجأ. أجل، أشعل نارا. حسنا، يجب الذهاب إلى تلك البحيرة، سنجد أسماكا فيها. إنها البحيرة؟ أجل، أظن أنها البحيرة. إن لها شكلا يشبه البحيرة. هل يبدو هذا جيدا؟ أجل. ليس بحوزتهما أي خريطة أو بوصلة، لكن جوش يعتقد أن هناك بحيرة تحت الثلج في أرض بعيدة لا تحوي شجرا. إنه أمر صعب للغاية. المشي صعب جدا. إنه طريق في غاية الصعوبة. تبدو الأرض قاحلة. لم أرى أي آثار لحيوانات. ربما عند أسفل الوادي سيكون هناك آثار أكثر. على الرغم من أنه فصل الشتاء، إلا أن جامع الطعام الخبير مات قد يجد توتا بريا تحت الثلج، وحتى لحاء الصنوبر صالحا للأكل. أما بالنسبة إلى الصياد جوش، توجد ثدييات كالقنادس وفئران المسك. توجد تحت الجليد في البحيرات المتجمدة أسماك مياه عذبة أيضا. العملية بطيئة صحيح؟ أجل، إنها كذلك متأرجحة. يداي تتجمدان. وجد جوش منطقة فارغة بين الأشجار يعتقد أنها البحيرة، لكن ثمة مستنقعات أيضا مختبئة تحت الثلج بين غابات الصنوبر. أجل، يا للهول. المشي يصبح أصعب بكل تأكيد حالما يشتد الأمر. الارتحال عبر الثلج العميق يستهلك طاقة أكبر من المشي على الأرض الجافة. بأسا.
يا للهول. من الأفضل لنا أن نصنع أحذية ثلج. هذا رديء. ربطت هذه القطع الأربعة معا في الأعلى، سأربطها معا في الأسفل، ثم نضع هذه بالعرض هنا وهنا من أجل أن تسمح لنا بالوقوف. حالما يتم ربطها سأشد هذه من الأسفل ليصبح شكلها هكذا. الفكرة أنها توزع وزنك؟ أجل، إنها توزع وزنك بشكل متساو فوق الثلج كي لا تغوص. يا للهول. هل أنت على ما يرام؟ لا، أعتقد أن علينا البقاء هنا والموت. أنت بحاجة إلى كوب مقوٍ. مقوٍ بعض الشيء. أظننا سننجح في هذا. تم استعمال تصميم حذاء الثلج هذا لقرون من قبل رعاة الرنة المحليين في هذه المنطقة. أنت تجعل الأمر يبدو في غاية الصعوبة. حسناً، إنه غريب بعض الشيء. هذا رائع. إنها جيدة، رفعت من معنوياتي. إنه يتفتح. انظر أمامك، إنه موقع جميل. خبرة جوش في العيش في الغابات تخبره أن هذه الفسحة عديمة الشجر قد تخبئ بحيرة متجمدة. إنها تبدو كبحيرة في موطني. لا تنمو الأشجار من البحيرات. أجل، حان الوقت لتخرج مجرفتك وتبدأ بالحفر. آمل أن يكون هنا ما كنا ننتظر أن نجده، وإن كانت بحيرتنا فسنحصل على السمك. انتظر، أتعلم أمرا؟ ماذا؟ لحظة، أعتقد أني وجدتها. تعال وألقي نظرة. رائحتها مختلفة. إنها رائحة مستنقع. لها رائحة بركة قذرة. إن كانت هذه بحيرة فسيكون ذلك الماء نظيفا. لا توجد بحيرة. يا لحظنا السيء، وجدنا مستنقعا. هل تقول إنها أرض مستنقعات؟ أجل، إنها أرض مستنقعات، وأظن أن هذا ما وجدته. لا يحوي هذا المستنقع القذر أي أسماك. هل تحظى بيوم جيد؟ كان ما حدث هناك مضحكا، والآن أصبح البرد قارسا وليس لدينا ملجأ ولا طعام. تحول الأمر من كونه مضحكا إلى كونه مقيتا. أنت محق، أصبح الوضع مقيتا في هذه اللحظة. سنحاول للمرة الأخيرة. يعلم جوش أن وجود المساحات الخالية من الأشجار تخبئ بحيرات متجمدة. الكتل الجليدية التي غطت فنلندا سابقا تركت قرابة 200,000 بحيرة ضمن حدودها. يحتاج إلى إيجاد مساحة خالية أخرى في الثلج. بدأت هذه الأحذية تفقد متعتها. انظر هنا يا صديقي، يمكنني رؤية الماء. أجل، إنها بكل تأكيد بحيرة، أليس ذلك جميلا؟ إنها جميلة. سيشكل خط شاطئ البحيرة المتجمدة موقع تخييم مثاليا. صحيح، هذه الشجرة موقعنا للتخييم. انظر إليها. تنخفض الحرارة في الليل إلى 30 درجة تحت الصفر. إنها باردة بما يكفي لتكون مميتة. يقلم جوش النصف السفلي من شجرة تنوب لبناء خيمة تحتها. أظننا سنكون قادرين على بناء ملجأ جميل هنا. يقوم مات بحفر جوف عند قاعدة الجذع لتحميهما من عناصر الطبيعة. جيد أننا أحضرنا المجرفة والفأس، لأنه من دونهما سنعاني من صعوبة. يجمع جوش أغصان التنوب ليوفر العزل الأرضي. ما أجمل الوجود في المنزل. هل أشعل النار؟ أجل،
يشكل أحد الطحالب المحلية ويدعى لحية الرجل العجوز قشاً رائعاً. سأقطف كمية منها لأنها فكرة جيدة، أنه عند إيجادك مورداً يجب أن تأخذ منه كمية كبيرة. حصلنا على قش يكفينا بقية الأسبوع. من دون ولاعة أو أعواد ثقاب، يستعمل جوش الزند والصوان التقليديين. وكان لدي بعض الفحم أيضا. الفحم الآن بشكل أساسي هو القطن، ويمكن له أن يلتقط شرارة. سأقدح الصوان وسيلقي هذا بشرارة على الفحم. سأنقلها من الفحم إلى كرة القش الصغيرة، ومن ثم سأنفخها. جميل، حسنا، نجحنا. يداي باردتان، يا للهول، يعطي شعورا مذهلا. تلك النار تصنع فارقا هائلا. بعد الرحلة الطويلة الصعبة، من الضروري لهما أن يعوضا السوائل المفقودة بسرعة، فالجفاف يمكن أن يكون مميتا حتى في الثلج. إذن فلنتناول الثلج. إنه بارد، وعندما تبدأ بتناوله يؤدي إلى انخفاض حرارة جسدك الداخلية. صحيح. وتبدأ بالإصابة بالبرد أكثر فأكثر. لذا بدلا من تعويض سوائلك، كل ذلك الماء الداخل من الثلج سيحاول أن يزيد من حرارة جسدك. إنها دورة مؤذية. صحيح، حسنا. يصيبك انخفاض الحرارة بعدها، إنه أسوأ ما يمكن أن يحصل لك. يملك مات وجوش ملجأ، لكنهما بعيدان جدا عن هدفهما الأخير. لا نملك أي طعام، نستهلك الطعام المخزن في جسدينا، وقد وجدنا طريقنا إلى هذه البحيرة التي تبدو مذهلة كما ترى. ومع ذلك، رغم جمال هذا المكان ورغم حماستي لكوني هنا، قد يصبح الأمر قاسيا جدا وبسرعة. أعتقد أن هذا سيكون طابع الأسبوع بأكمله. في الأراضي الجليدية النائية في شمال فنلندا، مضى على مهمة صياد الكيوي جوش جيمس والطاهي البريطاني مات تيبوت يومان لالتقاط وطهوي أفضل طعام يجدانه في أكثر الأماكن برية على وجه الأرض. كانت أمسية سعيدة بغض النظر عن شخير مات المتواصل. أنا جائع بعض الشيء، إنني جائع جدا في الواقع. في برد المنطقة تحت القطب الشمالي، يستهلك مات وجوش ضعفي الطاقة الاعتيادية ليبقيا دافئين. يحتاجان إلى السعرات الحرارية بأسرع ما يمكن. نحتاج إلى بعض الطعام، هناك الكثير من التوت هنا. إذن هل ستصطاد السمك؟ أجل، كنت أفكر في طريقة لاختراق الجليد. سأستعمل السكين المقوس لأصنع إزميل جليد وأستخدمه. حسناً. بعد 24 ساعة من دون طعام، أصبحت مستويات طاقة مات وجوش متدنية. ينطلق كلاهما للبحث عن وجبة طعام. حتى هنا يمتلك جوش حيلة ذكية لإيجاد طعم للسمك. ها نحن ذا، وجدت شجرة هنا. يوجد هنا نشارة خشب حديثة، هذا يعني أنه ثمة يرقات تحفر طريقها في هذه الشجرة. لذا أن قمت بقطعها في الأعلى، هناك احتمال كبير أن أجد بعض اليرقات. ها هي ذا. هذا جيد، لدينا الآن مورد للطعم. الآن يمكننا أن نصطاد بعض السمك. توجد واحدة أخرى. جميل، هذا يكفينا. إنها تجربة أولى بالنسبة إلي. لم أقم في حياتي بجمع طعام باستعمال رفش صغير وفأس. يستكشف جامع الطعام مات شاطئ البحيرة بحثاً عن التوت، تجعله الشتاءات الطويلة القاحلة الطعام الرئيسي للسكان المحليين. توجد العديد من أنواع التوت، حيث يوجد العليق والكروبري وعنب الثور. ستكون عديمة الفائدة لأننا لا نملك طعاماً. إنه عنبر بري، انظر، يا للعجب، إنه عرعر بدون شك. سيستعملونه هنا لتدخين السمك. كل ما عليك فعله هو إيجاد بعض التوت. تثمر هذه الشجيرات في الخريف. إن كان ما يزال هناك توت عند هطول ثلج الشتاء، فسيتجمد على الشجيرات.
يحافظ توت على صلاحيته عند تجمده، لذا ففائدتها ما تزال موجودة بالكامل. لا توجد أي إشارات على وجود التوت هنا. إنه أمر محبط. تم قطفه بالكامل قبل وصول الثلج. يختار جوش قطعة خشب ليصنع حفارة ليخترق بها الجليد. ممتاز، ها هي ذا عصاة إزميل جليد. لم أضطر إلى صنع إزميل جليد من قبل، إنها المرة الأولى بالنسبة إلي. ما علينا فعله هو أن نذهب إلى البحيرة وأن نصنع حفرة في الجليد ونرمي خيط الصيد عبرها. كم يمكن أن تبلغ صعوبة الأمر؟ تبلغ سماكة الجليد على البحيرة 40 سنتيمترا تقريبا. يمكنه بسهولة حمل وزن جوش. يبلغ عمق الماء تحته 40 مترا. مضى يومان بدون أن نتناول شيئا. نحتاج إلى صيد شيء اليوم، لأننا إن لم نفعل فسنلقى حتفنا. يجب على طعم جوش المصنوع من اليرقات أن يجذب مجموعات من أسماك الفرخ. إنه يوم جميل لاصطياد السمك. حتى الآن لم أتناول شيئا البتة. الصيد عندما تكون جائعا ليس بالأمر الممتع. لم يجري ذلك حسب الخطة. تبين أن الأمر أصعب بكثير مما تخيلته. أجبر مات على الاعتماد على الخطة البديلة في بحثه عن وجبة طعام. هذا إذن ما كنت أبحث عنه. إنه صنوبر بري عادي، لكنه مصدر مهم للطعام. إنه طعام يناسب المجاعة. سأخذه وأعريه حتى اللحاء، ومن ثم سأجففه وأستخدمه لصنع عصيدة. لجأ سكان فنلندا الشمالية لقرون للحاء بعد مواسم حصاد سيئة. لست متأكدا مما سيقوله جوش. لن يكون متحمسا لفكرة تناول اللحاء. اللحاء مصدر ممتاز للألياف والمعادن، ويمكن لحفنة منه أيضا أن توفر 300 سعرة حرارية. وهذا هو العشاء. مضى على جلوس هنا أكثر من ساعتين ونصف الساعة. تعيش أسماك الفرخ ضمن مجموعات، وعندما يتعلق الأمر بأسماك الفرخ فإما أن تجد وليمة أو أن تجوع، وأنا قلق بعض الشيء على عدم وجود وليمة اليوم. يعطي ترك خيوط الصيد المطعمة طوال الليل الفرصة الأفضل لصيد الأسماك. حسناً، ما علي فعله الآن هو حشو بعض الأغصان هناك لإيقافها عن التجمد. حتى الآن باءت جميع محاولات الحصول على طعام بالفشل. لا يوجد سمك. لكن الطاهي الخبير مات ينوي صنع وجبة من اللحاء الذي جمعه. إنه لمجرد ملء المعدة لن يكون لذيذا. إنه مليء بالمغنيسيوم والحديد والزنك. إنه مليء باللحاء. ما نفعله متجذر في التاريخ والتقاليد. إنها أطعمة تلائم المجاعات، لكن في تلك المرحلة أعني أنها جيدة نوعا ما. بعض الشيء. يعيد مات ترطيب اللحاء الجاف بغليه ليصبح عصيدة من أجل تفكيك الألياف. ما العمل إن لم نجد السمك؟ هل سنأكل هذا للأيام الأربعة المقبلة؟ أجل. من الأفضل أن يكون جيدا. هذا مريع. نصيحتي لك ألا تفتح مطعما للطعام البري. لم أتناول شجرة من قبل. لن أقوم بذلك مجددا. قد يكون هذا وضعنا هذا المساء وغدا واليوم الذي يليه. بعد يومين في هذه البرية المتجمدة لم يتمكن جوش ومات من تحقيق حلمهما بإمساك وطهو الطعام الرائع.
الآن يدور الأمر حول البقاء على قيد الحياة أكثر من التمتع بالعيش، والذي هو الهدف من وجودي هنا. الخطة التي كانت لدي عند وصولي أخذت منحا صعبا للغاية، وهو ليس بالمنح المشجع حاليا. هذا هو منزلنا، إنه مريح للغاية. هذا هو سريرنا هنا، وهذه هي الأريكة هناك والتي تقود إلى المطبخ هنا. هذا هو مخزن الأدوات، وفي الخارج هناك الحديقة ومخزن اللحم الذي يوجد خلف الزاوية. لم نجد مخزن اللحم في الحقيقة، وهو أمر محبط للغاية. نعلم أن ثمة مخزن للحم في مكان ما هناك، لكننا لم نجد. في شمال فنلندا يحاول صياد الكيوي جوش والطاهي البريطاني مات أن يعيشا بالاعتماد على الأرض في البرية في جو القطب الشمالي. لا يوجد سمك. لم يتمكنا من صيد شيء حتى الآن. وجه الاكتئاب. وباءت خطة مات بجمع الثمار المدفونة بالفشل أيضا. لا شيء. مضى نصف الأسبوع وهما يصارعان للبقاء. نحن في أي يوم؟ اليوم الرابع، وقولي إن أملي خائب سيكون استهانة بالوضع. تناولنا لحاء وماء ساخنا، سأتناول كوبا من الشاي أولا. حان وقت شاي إبر الصنوبر. بدأت أشعر بالتشنجات، تشنجات الساق وتشنجات الأضلاع والمعدة. هذا دليل على نقص الفيتامين. الأمر سيء، ليس جيدا بقدر البابونج. هل تتفحص خيوط الصيد أم أنا أفعل؟ افعل أنت، ربما علقت سمكة. ربما، لن أستغرق وقتا. ترك جوش خيوط الصيد المطعمة في الماء طوال الليل. إنها ليست متجمدة بالكامل، لا توجد سمكة في الحفرة ولا طعم. إذن تناول السمك الطعم وولى هاربا. تباً لهذا. يثبت الطعم المفقود على الأقل وجود الأسماك في البحيرة. علينا أن نمسك بعض الأسماك بأي طريقة. يبدو أن شيئاً ما علق. ربما نكون قد أمسكنا بأصغر سمكة في البحيرة. إنها سمكة فرخ، سمكة فرخ صغيرة جداً، لكنها سمكة فرخ على الأقل. يا لها من سمكة صغيرة جميلة. تتغذى أسماك الفرخ في مجموعات، حيث توجد واحدة يوجد منها المزيد. التقطت واحدة أخرى. يبدو أننا في البقعة المناسبة، إنها ليست كبيرة جدا. لن نتناول وليمة الليلة. سمكة فرخ صغيرة، يا للهول، لا أريد أن أفقدها. حسنا، بدأت أشعر ببرد حقيقي وبجوع شديد للغاية. يعد جوش خيوط صيد أخرى لتركها طوال الليل. سنتناول السمكة الأكبر وسأضع الأصغر على الخطافات الأكبر، على أمل أن نصيد أسماكا أكبر. بعد 3 أيام استهلك كل من جوش ومات أكثر من 10,000 سعرة حرارية. توفر أسماك الفرخ 1,000 سعرة حرارية بينهما فقط. كيف جرى الأمر؟ أسماك فرخ. صحيح، يا للهول، لم أرى سمكا بهذا الحجم. إنها صغيرة، سنضطر إلى تناول السمك بأكمله. يستعمل مات أوراق العرعر التي جمعها ليضيف إليها النكهة. يا للهول، يداك باردتان متجمدتان. قف واقفز إلى الأعلى والأسفل وقم بفعل هذا. لماذا؟ لأنك ستجعلني أبدو غبيا؟ لا، هذا سينشط دورتك الدموية. ما العمل إذن؟ جربها، ستنشط دورتك الدموية. لن تؤدي إلى شيء سوى جعلي أبدو غبيا. نجحت، إنها تعود. أقول لك، لما لا تطهو السمك ثم أطلق على يديك؟ تماما، هذا صحيح. يبتكر مات مقلات.
سأضع بعض الثلج فيها ثم سأدعه يذوب ويتبخر. لن يستغرق طهو هذه الأسماك وقتا طويلا. أنت جاهز؟ أحسنت تقديم العرض. أجل، شكرا لك. إن هذا جيد. هذا جيد جدا. نحن الآن في منتصف الطريق لنصل إلى حالة جيدة. حسنا، استعدنا بعض الطاقة، فلنحاول مرة أخرى. سأتجول في الأنحاء وأرى إذا كان هناك أي حيوانات. إذن كم ستغيب؟ مهما تطلب الأمر. في نهاية الشتاء القطبي الطويل، ما تزال الكثير من الحيوانات في سباتها. أفضل فرصة للصياد جوش هي إيجاد القنادس، وهي شائعة هنا ولا تدخل في سبات. في بحثه عن سدود للقنادس، يتعقب جدولا شمال البحيرة المتجمدة. يتم صيد القنادس تقليديا من أجل فرائها، ولكن لحمها المليء بالدهن الداكن غني أيضا بالحديد وأكثر من 20,000 سعرة حرارية. إذا وصلنا إلى مخبأ القندس، يمكنني سماع مكان تدفق الماء، لذا فهو في الأسفل يمكننا رؤيته. أظن أن ما سنفعله هو أن نرى إن كان بإمكاننا سحب واحدة منها لنجعل مستوى المياه انخفض. تصنع القنادس سدودا عند الأنهار وتشكل مستنقعات حول مساكنها تحميها من الحيوانات المفترسة. سيخترق جوش السد، مما سيخفض مستويات المياه ويدفع بالقنادس للخروج لإصلاح العطل. ستتمكن من تحسس انخفاض مستوى المياه وستنزل لترى ما الذي يجري. ربما ستحاول إصلاح هذه الفجوة في السد وعندها سنصيبه. هذه هي الخطة. حسناً، هذه فجوة واحدة. آمل أن أتمكن من الحصول على قندس قبل أن تغيب الشمس وأعود إلى المخيم الليلة. أصبحت اللعبة بعد اختراق السد لعبة انتظار. بعد افتقاره للحظ في جمع الطعام على الساحل الشمالي، يتجه مات إلى الحافة الجنوبية للبحيرة للبحث عن التوت المتجمد. إنه الكروبري. إنها ككنز هنا حقا. هذا ما كنت أفكر فيه عندما جئنا إلى هنا. مساحة واسعة من التوت، وانظر، لدينا حتى عنب الثور. هذا رائع. يشكل الكروبري وعنب الثور جزءا أساسيا من حمية السكان الأصليين الذين يستعملونها لصنع أساس للحم المدخن. وكونها مليئة بالسكريات الطبيعية فهي محل ترحاب لدى الطاهمات. إنه شيء آخر. هذا في الأعلى هنا، إنها طحالب رنة. طحالب الرنة هي في الحقيقة نوع من الأشنة. إنها مصدر جيد للكربوهيدرات. أصبح لدي ما أتناوله فجأة. ارتفعت معنوياتي. هيا بنا، أين هو هذا القندس؟ إن الشمس تغرب. إن كان سيخرج فعليه أن يخرج الآن. هذا هو، وجدته. بأسا، اعتقدت أنني رأيته. إن لم أحصل على القندس الليلة فستكون هذه الرحلة ماضية للوقت وسنفشل. مع غنيمته المكونة من التوت والطحالب، يجد مات مصدرا محتملا للبروتين. إذن هاك مصدر للغذاء ليس شيئا أستلذ به. إنه نمل الخشب. إنها صالحة للأكل. تحول الأمر إلى نجاة ومحاولة البقاء على قيد الحياة أكثر من كونه جمعا للطعام الرائع. لذا سألقي نظرة. يا للعجب، إنه كالليمون. أشعر
وكأني أعصر الحامضة في فمي. ليس الأمر كريها بعد 4 أيام من عدم تناول الطعام، إنها كوليمة. مضى على وجودي هنا 4 ساعات من دون أن أجد قندساً. لا أعلم إن كانت قد شمت رائحتنا مسبقاً، لأن الريحة كانت تهب باتجاه أعلى الجدول. أنا تعب جداً. نحن الآن ندخل ليلتنا 4 من بعثتنا ولم نجد شيئاً للأكل. أتساءل كيف يتدبر مات أمره هناك في المخيم. أنا متأكد من أن النار ستنطفئ، وسيعاني مات جاهداً في محاولة إشعالها الليلة، وأمل أن ينجح. لم يأتي جوش. ليست لدينا النار. إن يداي تتجمدان. إنني فاشل جدا في إشعال النار. تنخفض درجة الحرارة هنا إلى 30 تحت الصفر. قد يكون البرد مميتا من دون نار، لكن مات المبتدئ لم يشعل نارا من قبل باستخدام الزند والصوان. حسنا، انظر انظر كم هو سهل إشعال النار. الإجابة هي سهل جدا. لا توجد أي إشارة على جوش، لكنني جائع. لدي بعض الطعام ولدي نار. لست بحاجة إلى جوش. إن عاد سيتناول بعضا منه، وإن لم يعد سأحتفظ له بالقليل. يبتكر الطاهي مات وجبة من طحالب الرنة المقلية والنمل والكروبري. على هذا أن يكون أفضل من عصيدة اللحاء. أتعلم؟ لا بأس به. أتعلم؟ إنها المرة الأولى هذا الأسبوع التي أكون فيها سعيداً بالنتيجة. التوت وطحالب الرنة والنمل. من أعتقد ذلك؟ لست أنا. بعد 6 ساعات من عدم وجود أثر لهذه الفريسة الخادعة، لا أعلم إن كان لدي طاقة كافية للعودة إلى المخيم. ستكون رحلة طويلة للغاية. لن أكون قادراً على العودة. المخيم بعيد جداً. سيضطر إلى إمضاء الليل بأكمله في ملجأ مؤقت. إذن هذا هو مكان الصغير هنا؟ لدي ما يكفي من الأغصان في الأسفل لتبقيني منعزلاً عن الجوار. إنها كافية لتبقيني دافئاً من الأعلى. وسأريكم الآن الجزء الأهم من هذه العملية، ألا وهو الخندق الذي حفرته، وذلك من أجل تسريب الهواء البارد إلى الخارج، وبالتالي لن يصيبني الهواء البارد. يصل الخندق من الأعلى إلى الأسفل هنا، وبالتالي سيستمر الهواء في الخروج من خلاله، وهذا أمر هام يجب القيام به إن قمت ببناء واحد من هذه الملاجئ. ها هو ذا. سأطفئ الكاميرا الآن وأذهب إلى النوم، لأنني متعب جداً. حسناً، إلى اللقاء. بعد فشله في دفع القندس للخروج، يحتاج جوش إلى إعادة التفكير في خطته. علي المشي كل المسافة حتى المخيم. حسناً، ها هو ذا. إنه ليس مخيماً فخماً. إنني محبط، لا أملك أي قندس. مرحبا، أين كنت؟ أعتذر، قلقت عليك. أنا بدوري لم أكن قلقا حيالك البتة. انظر إلى هذا، يا للعجب، لا يمكنني أن أصدق. تفضل اجلس. يا للهول، لديك طعام. وجدت التوت؟ وجدت بعض التوت، إنه مذهل. أين ذهبت؟ أين وصلت؟ وجدت سدا للقنادس. حقا؟ ولم أرى أي قنادس إطلاقا. ما الخطة اليوم؟ كنت أفكر في القندس. أجل، بوجودنا نحن الاثنين سنتمكن من الدخول إلى هناك والتلاعب ببعض المساكن الأكبر، ويمكننا أن نصيب أحدها بسهم والعودة بها إلى المخيم، ويمكننا شيء قندس على عصا. يقرر جوش أن يأخذ طريقا مختصرا إلى السد عن طريق عبور الجدول. علينا أن نجد مكانا نعبر من خلاله.
ألا يمكننا الالتفاف من حوله؟ المشكلة هي أن مسار الجدول يشبه حرف يو ملتفا. وكيف سنعبر؟ ربما سنضع شجرة عبره. هناك نقطة ضيقة، يجب أن يكون جسر العبور مثبتا. انظر تلك الشجرة هناك. المياه في الأسفل قريبة جدا من التجمد. قمت بالأمر الآن. في البرية القطبية الشمالية يتوجه صياد الكيوي جوش والطاهي البريطاني مات في طريقهما إلى اصطياد القنادس، لكن مات واقع في مشكلة. قمت بالأمر الآن. على مات الخروج من الماء المتجمد وتجفيف نفسه. في هذا الماء ستنخفض حرارته أسرع ب25 مرة من الحالة الطبيعية. بسرعة أخرج من الماء. سيصاب بنزلة برد بعد 15 دقيقة ويغيب عن الوعي إن لم يجفف نفسه. لا، بئسا. هل تبللت بالكامل؟ هل قدمك مبللتان؟ ماذا؟ قد يكون هذا مدعاة للقلق بعض الشيء. حاول أن تجفف نفسك. بينما تنخفض حرارة جسد مات، ينخفض معدل نبضات قلبه وتنفسه. تمدد على الثلج. لماذا؟ هذا سخيف. تمدد على الثلج. تمدد مات. سنزيل الثلج من بنطالك. تمدد. سيمتص الثلج الماء المتجمد من ملابس مات. ضع سترتك مجددا. ستشكل رادعا للريح عنك، لذا ارتديها هيا. أنا مبلل، لا أصدق. أغلقها. حسنا، ابدأ الآن بالمشي والتحرك في الأرجاء. يا للهول، قدماي وساقاي متجمدة، البرد شديد حتى إني لا أستطيع التنفس. يحتاج مات إلى أن يجفف ملابسه بسرعة ويتناول سوائل دافئة ليرفع درجة حرارته الداخلية. تخليا عن صيد القندس. فلنعد إلى المخيم الآن، هيا. حسنا، هيا بنا، هيا بنا، هيا. يمكنك القيام بهذا. لست جائعا حتى. حسنا، اخلع حذائك بينما سأقوم بإشعال النار. بئسا. ما عليك القيام به الآن هو خلع جميع ملابسك المبللة والدخول مباشرة في كيس نومك. يا للهول، لما تحترق أصابع قدمي؟ لأن الدم يعود إليها مجددا. هذا جيد. مشروب ساخن، إنه أحد أفضل الأشياء التي تعيد إليك الدفء، لأنه يقوم بتدفئتك من الداخل. ها أنت ذا، لا تحتاج إلى عناق، صحيح؟ يفترض بهذا أن يدفعني للنهوض؟ حسنا، إنه أمر ممتع. لا، أعتذر بشأن القندس. هذا يحصل. يا له من يوم مزعج، هل يمكنني قول هذا؟ كان يوما مزعجا للغاية. الاستيقاظ في حفرتي في الجليد والاضطرار إلى العودة كل المسافة من دون قندس. كان الأمر سيكون لطيفا لو وجدنا طعاما. إنني منهك بالكامل، استنفد ذلك النهر الحياة مني. إنني في حالة مزرية وأعاني من صداع شديد، وأشعر وكأنني أرغب في النوم حتى الأسبوع المقبل. أين هو قوسي؟ كان يمكن لي أن أصيد واحدة من هذه البجعات. كان يمكننا أن نتناول بجعة مشوية. يمكنك صيدها في بريطانيا. لسنا في إنجلترا الآن. أرغب في العودة إلى المنزل الآن. يوم آخر في النعيم. جفت ملابس مات خلال الليل، لكنه ما زال في حالة سيئة. مات وجوش بعيدان جدا عن هدفهما بالعيش كملوك في البرية. حان وقت تفحص خيوط الصيد ليريا إن نجحت. لدينا واحدة على هذا. حقا؟
كم عمقها؟ لا، لا تضع يديك في الأسفل، لديها أسنان كبيرة. يا للهول، يا للروعة، جميل. حصلنا على الطعام وهو سمين. أظن أنه كراكي، هكذا يبدو فم الكراكي. يبدو لي أنه الكراكي. انظر إلى لون تلك الخياشيم، كلما كانت حمراء أكثر كانت سمكة أنضج. لن تشتري مثلها في السوق. صحيح، هيا لنقم بطهيها. لأسماك الكراكي في فنلندا الشمالية لحم حلو قاس. ما أود فعله هو فتحه وقطعه حتى الوسط، إنه ناضج إلى هذه الدرجة. إنها مجرد الأعصاب فقط. إذن ما سأفعله هو طهيه بالخشب. حصلنا على السمك المحلي وسنعتمد على طريقة محلية لطهيه. الطريقة التقليدية للشوي على الخشب ستكسب السمك نكهة الخشب وتساعده على الحفاظ على عصارته الطبيعية. يختار جوش شجر القضبان من أجل ذلك. سأنهي إعداد هذه السمكة على لوح الخشب مع بعض أغصان العرعر، ومن ثم لدي بعض من عنب الثور هذا، ولها الطعم الألذ على الإطلاق. لذا سأعد بعض من الخفاش منها، حيث إن طعمها الحلو والحريفة سيتماشى مع السمك. لدي فرشاة المعجنات المبتكرة هذه، آمل أن يتشرب السمك بعض من هذه النكهة، ومن ثم عندما يتم تثبيته إلى اللوح مع بعض العرعر سيصبح جميلاً للغاية. أجل، إنه جيد يا صديقي. هل أقشر لك بعض الأوتاد؟ سيكون ذلك رائعاً، وهذا هو العرعر. يجب أن يتم تثبيت الكراكي في مكانه باستخدام الأوتاد، حيث يجب أن يطهى عمودياً. تعتقد ذلك؟ أجل، قم بتغطيتها. حسناً، تبدو جيدة جدا. ينتج لوح الخشب الحرارة، مما يؤدي إلى طهي الجانب السفلي من السمكة، بينما تتكفل النار المفتوحة بالباقي. سنأكل، هيا بنا. يبدو هذا لذيذا حقا. انظر إلى هذا، إنه جيد جدا. إنه جيد، مليء باللحم. إنه شهي صحيح؟ إنها سمكة جيدة. تذوق العرعر، إنه لذيذ. الآن أنا سعيد. يا صديقي أنت طاه بارع، أحسنت عملا. هل ستأتي إلى مكان صعب كهذا؟ أجل، ممكن. إن جونا من هنا سننجو من أي مكان آخر. مثل نيويورك. أحسننا صنعا. ظننت للحظة أننا سنفشل وقد ينتهي بنا الأمر بالتضور جوعا، ولكن تبين أن بإمكاننا صيد سمكة أو اثنتين. إذن ما تقييمك من 10؟ 9 تقريبا. أنا سعيد بذلك. حقا؟ لقد نجحت بكل تأكيد هنا. انتقل بنا الحال من لا شيء تقريبا إلى شيء مذهل. كانت تلك السمكة مذهلة، أنا مبتهج بصراحة. صحيح. حسنا، هل أنت جاهز؟ لنذهب. حسنا. يا له من أسبوع، يا له من أسبوع صعب وبارد ومثلج ومسل أيضا. مرحبا يا صديقي. مرحبا، كيف الحال؟ لم أكن في حياتي في مكان صعب كهذا، لكننا تغلبنا على الصعاب ونجحنا.